ازيكم يا شباب؟ جايين النهاردة نلعب لعبة لون الأظافر. مش احنا المفروض هنلون لهم الأظافر بتاعتهم؟ أظافر احنا المفروض هنختار اللون بتاع بشرة الإيد. عاجبني ده. هنبدأ بأصغر ضفر، وعلى أي شكل بقى يا جماعة احنا عاوزينه بقى. بدور على اللون الأصفر، لقيت اللون الأصفر يا جماعة، لونه كده. قوليلي انتوا بتحبوا ألوان ايه في الكومنتات، ومتنسوش برضو تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والنهاردة هنلون الأظافر، وعاوزين نعملها على شكل التايجر. التايجر لون أسود. أيوة لون أسود كده يا جماعة. التايجر اهو حلو كده ولا صغر؟ بس انا هخليه كده كده حلو. نعمل هنا كده. متنسوش يا جماعة تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عاوزين الفيديو ده يوصل 200,000 لايك، وانا اول واحد عملته التايجر. انا عاوزة اضيف له حاجة يا جماعة، بس تقوليلي هضيف له ايه. بس انا هضيف له دي، مش من هنا، هضيف له من هنا. تعالى كده، هي دي كده. ايه يا جماعة زي كده حلو كده. يلا بينا على اللي بعده. اللي بعده بعده بس يا جماعة تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا هعمل لون تاني، اللون الجميل ده. حلو كده يا جماعة. قولوا بقى الشعر اهو، نحط لايك. حلو اللون ده كده، بس بالشكل ده يا جماعة. بس اللون مش لايق. حلو كده. ده جميل. حلو. عملنا ضفرين. نخش على التاني. انا بعمل كل واحد يا جماعة بلون. هعمل ده كده باللون لميع، سموني لميع. حلو كده بيلمع اهو يا جماعة. واللون ده كده احط عليه الفراشة. ده اللون ده. لا كيتي، انا بحب كرتون كيتي. هنا حلو كده يا جماعة. مش على الصبع الرابع. اعمله باللون البامبا اللميع. متنسوش يا جماعة تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عاوزين الفيديو ده يوصل 200,000 لايك. يلا بينا على اللي بعده. ده كده ليه جميل. ده جميل كده. متنسوش يا جماعة تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.
ولنا المرة الجاية عاوزين نلعب لعبة ايه؟ اختار ايه؟ اختار كده ده كده ولون زي شبه الابيض. حلو كده، حلو أوي. نحط البطريق المبطرق. طبعا النجمة الطايرة دي كده جميل. يلا بينا بقى المرحلة الثانية. واحدة يا جماعة لازم نختار نفس اللون. وانتوا برضه تدوروا معانا. هو اللون والوش يا جماعة بتاع كيتي هو اللي بيقول لنا ده اللون ولا مش هو. ده هو اللون. عاوزين احنا اخضر. بيقول لنا حلو. هو ده يا جماعة. لازم نختار نفس اللون، نفس اللون ونفس الشكل ونفس كل حاجة. حبوب مش لاقيين يا جماعة الأوبشن بتاعه، بس هنضطر كده. هو ده ومش يا جماعة مش أنا مش هيخلينا نجيب اللون. دوروا معايا برضو. تعالى احنا لسه مخلصناش. بصي يا جماعة هتلاقي الشكل اللون جميل ده، جميل جدا. متنسوش يا جماعة تشترك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كله جديد.
ماشي، هندور لها الحاجة اللي هي عندها. لا هي دي اي كده، بعد خلصنا التلاتة. شوف يا جماعة، توصلنا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل لون. هو ده يا جماعة، نكبرها كده. تعدل ازاي ده؟ مش عارفين نقدر نعدل هذا. يلا تعد، ما تعد انسان. من شغل دمر. واللون ده المجوهرات والحاجات دي. نجمة؟ فاضل لك واحدة يا مني، صح؟ هو نفس اللون، كل صابع نفس اللون. يلا بينا على بعض، عاوزين نفس اللي احنا عملناه في اللي فات. لون بقى ده، وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش بقى تدوسوا لايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقى.